السلام عليكم. يسأل إذا كانت الأمور مكتوبة فلماذا نعمل؟ أقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال، فقيل له: يا رسول الله، رأيت العمل الذي نعمل؟ أنعمل أعمالا طويت عليها الصحف وجرت بها المقادير وجفت بها الأقلام، أم أعمالا مستأنفة أو كما قيل للرسول؟ فقال: بل أعمالا قد طويت عليها الصحف وجرت بها المقادير وجفت بها الأقلام. فقالوا: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عياذا بالله. السلام عليكم.